إلى مكتب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة الخميس الماضي، وهو يعتقد أن استدعاءه هذا كان للإدلاء بإفادته كشاهد. فور وصوله سأله صوان: أين محاميك؟ فأجاب صليبة: لماذا المحامي؟ عندها أبلغه المحقق العدلي أنه يحضر اليوم كمدعى عليه، عارضاً عليه تأجيل الجلسة لتوكيل محام، الأمر الذي رفضه صليبة مصراً على استكمال الجلسة. وبما أن إفادة صليبة أعطيت كمدعى عليه، بقي المدير العام لأمن الدولة واقفاً على مدى نحو 3 ساعات إلى حين انتهاء التحقيق. المعلومات تفيد بأن الأسئلة التي وجهت لصليبة تركزت حول التأخير الذي سجل في ملف النيترات بين شباط وأيار من العام 2020. شباط تاريخ إرسال صليبة برقية إلى الرائد جوزيف النداف المسؤول عن أمن الدولة في المرفأ، طالباً منه جمع المعلومات عن ملف النيترات ومخابرة القضاء. وأيار تاريخ وضع النداف تقريره الذي حذر فيه من خطورة نيترات الأمونيوم. هنا سأل صليبة صوان: تركزون على تأخير تقولون أنه حصل في الأشهر الأخيرة، أي بعد اكتشافنا كأمن للدولة خطورة النيترات، وتتناسون كل السنوات الماضية منذ العام 2013. لماذا لا يبدأ التحقيق من هناك، من سبب وصول الباخرة إلى لبنان ومن أمر تعويمها وتخزين حمولتها في العنبر رقم 12؟ وهل كنا لنصل إلى وقوع الانفجار لو تم التعامل مع تقرير أمن الدولة على محمل الجد من جميع المعنيين بهذا الملف؟ في نهاية التحقيق ترك صوان صليبة بسند إقامة، وقرر إجراء مواجهة بعد غد الخميس بينه وبين الرائد الموقوف جوزيف النداف. وفي وقت لاحق ترددت معلومات صحفية أن سبب الادعاء على صليبة هو اعتراف مسجل للرائد النداف أمام صوان يكشف فيه أن صليبة هو من أمره بفتح ثغرة في العنبر رقم 12 لرؤية ما في داخله، وقد أمر النداف أحد العناصر بتنفيذ المهمة بواسطة أشخاص استعملوا جهاز التلحيم الكهربائي. كل هذه الرواية نفتها عائلة النداف، كذلك نفتها المديرية العامة لأمن الدولة.